احنا شاركنا في الدوري الدرجة الأولى في المناطق المحررة، لعبنا 13 جولة، الحمد لله رب العالمين قدرنا نفوز ب 11 جولة وتعادلنا جولتين طيلة الدوري. الحمد لله رب العالمين قدرنا أن نحصد اللقب بجهود لاعبينا بإمكانياتهم وفنياتهم الموجودة عنا. نهدي هالفوز الدوري لجماهيرنا الغالي أولا ولاعبينا ثانيا لأني قدموا أداء رجولي في كل المباريات. نشكر التنظيم ونهدي الفوز لكل شخص بيحب عنادين وكل شخص المحرر، وإن شاء الله بنوعد جمهورنا أن القادم أفضل بإذن رب العالمين.